شارك استغلال مثالي ويدن فيلر حارس مرمى بروسيا دورتموند حاول فيها لكن الكرة مرت من بين الأقدام وتجاوزت حارس المرمى واستقرت في شباك الألمان وعلى ذلك الأسبان واحد الآن بداية موفقة بداية جميلة بداية ولا أحلى وغرانيرو اللاعب المميز جدا نجم البرتغالي الكبير جدا شوف اللعبة الجميلة وهدف التقدم ملعوب الكرة بشكل سليم واستغلال مثالي وضرب دفاع الألمان في لعبة جميلة جدا تدرس من بدايتها حلوة وبعد ذلك المرور والتمرير حلو والنهاية ممتاز جدا ما بين الأقدام وهي من الأمور اللي جيدها تماما ولدينا الآن هنا ضربة ركنية إلى الأمام ترسل خطيرة جدا لكن أيضا دمعته روبن البديل في كرة لا تصد ولا ترد واستقبال شباك بروسيا دورتموند للكرة عناق من جانب الكرة مع الشباك وريال مدريد الأسباني يتقدم الآن بهدف ثاني في شوط المباراة الثاني من البديل روبن شوف يسراه أوبو يا سلام على الطاير ما نزلت الأرض بل مباشرة وضعها قوية جدا في شباك ويدن فيلر وكاك الآن مرور خطيرة جول ولعبة موجودة ولا زالت خطيرة وبو الثالث للملكي البديل في الشوط الثاني بل قبل لحظات قليلة جدا وهو غونزالو هيغوين هو بالفعل اللي سجل هدف المباراة بعد انطلاقة ممتازة جدا من روبن من سجل الهدف الثاني يصنع الهدف الثالث وعلى ذلك ثلاثية مدريدية الملكي ملك مباراة اليوم حتى الآن وكبيرة جدا في مباراة احتفالية كان من المنتظر أن يكون الفريق الألماني سعيد جدا هذا المساء لكن الثلاثية لربما تجعل الألمان حزينين بعض ليفر كوزن في نهائي كأس أبطال أوروبا لاعب الخلوق جدا واللاعب المميز جدا البرازيل الكبير جدا وكاكا يضع الرابع ملوك أسبانيا أربعة وكاكا هذه المرة الكبير كاكا يسجل للفريق الكبير مدريد وأربعة أهداف كاملة في يوم احتفال الفريق الألماني في يوم احتفال بروسيا دورتموند أربعة أهداف كاملة لريال مدريد الأسباني وضرب الجزاء موفقة جدا من البرازيلي كاكا وضعها في نفس المكان اللي ذهب في حارس المرمى ويدن فيلر مباراة تحركا فرصة موجودة البديل أيضا شو حكاية البدلاء كل ما ينزل مانويل بلغريني واحد يسجل وهذه المرة أتى الدور على العملاق عملاق التهديف عملاق الشباك العملاق الأسباني الكبير راؤول وهو مغمض يسجلها الهداف الأسباني الكبير شاهد اللعبة وشاهد انطلاقته شاهد توقع على الكرة استلمها توغل حطها والحارس كان يتفرج ما رام يسوي لها أي شيء والكل كان يتفرج وحنا نتفرج والجمهور يتفرج ويا حالاتها من فرجة يا ريال خماسية كبيرة جدا